السلام عليكم الربع، جايب لكم افضل منتج يحل لكم مشاكل تشغيل السياره او اي مشاكل متعلقه بنظام البترول من شركه كيتو، شركه غنيه عن التعريف وحتى سعره ممتاز، ريالين ونص فقط. طبعا مثل هذه المشكله انا عندي في الياس لما تشغل، تسمعوا كيف هذا تاخير بسيط احيانا اشد والعن من كذا، فان شاء الله بحطه في البترول. طبعا لازم يكون الخزان على النص، بزيده شويه ريال وبحط هذا المنتج وبتشوفوا ان شاء الله، بصور لكم كيف النتيجه. المهم الربع حاليا بعد ما زدت بترول حط هذا المنتج بهذا الشكل مع البترول، تمام، حطه كامل وعاد ان شاء الله نشوف النتيجه بعد ما صبيناه بالكامل، اوافيكم ان شاء الله. اللي لاحظته من بعد ما حطيت منظف الانجكترات، حاليا ترى مصفر العداد وماشي 100 كيلو، فكان على الشرطة مال النص بالضبط، تقدروا تشوفوا هين حاليا ما شاء الله صراحة تقريبا هذا ما يجي حتى ريالين، هذه المسافة اللي نزل منها المسمار مال البترول ما يجي حتى ريالين تقريبا، ما شاء الله صراحة فرق عالمي. حاليا وصلت إلى صحار ونقدر نشوف أنه قطعت مسافة 184 كيلو متر بأقل من ربع تانكي، ما شاء الله صرفية ممتازة جدا جدا، لاحظت فرق كبير جدا في الصرفية، وعاد ان شاء الله يبقى باكر اختبار التشغيل ان شاء الله على الصباح بصور لكم ونشوف ان شاء الله. صباح الخير، نشوف التشغيل الصباحي ان شاء الله تكون المشكلة انحلت. مثل ما تلاحظ السيارة باردة، الحرارة تحت، بسم الله ما شاء الله من دقة سلف الحمد لله.